ورجع القطع من جديد يا ولد. واضح السلام عليكم اخوانا اعزاء المشاهدين، راجعين لكم فيديو جديد صيد الدراج. ان شاء الله نصور لقطات حلوه اللي تنال اعجابكم وترضيكم. جاي نطلع او نتعب ونروح مكانات بعيده، وانتم ما تقدرون هذا التعب بلايك. شفت الفيديو طلعت تخطي، ليش طلعت تخطي لفوق؟ دوس اللايك، لان هذا اللايك راح يدعمنا ويشجعنا ويوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. خلي اللايك يلا هسه. خليت عاشت ايدك. يلا شوف اللقطة الأولى. والله إذا عجبتك انطيها لايك، وإذا ما عجبتك انطيها ديسلايك. طبعا اكو ديك جعل صوت، هذا احنا مخلينه، واكو واحد هنا اجى علي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رزاق الكريم، هذيك الثاني ان شاء الله خير. تخيط ارجع ما لحقت. يلا حلو، شنو يا نارمه كفو. يلا اطلع روح اذبح بسرعه.
وسلطان سلطان هو يمزر 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 وسلطان دلني دلني ايه يمزر يمزر كبيره ورا الزورة صار ورا الزورة اطلق يمك 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 حاسة تطلع ورا الزورة هاي الزورة العالية ايه هاي كبيرة ايه مو هذه هاي هاي وين ايه هاي ايه ايه هاي اشوفها ايه ذي السوادة فين ذي السوادة جوز ايه واقفة ارميها ايه خافية شلون ارميها درميها هو ديك ولا ديك ديك ارميها خافية لا 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 شلون ارميها يا بيه حركة ارميها هي السوادة حطها السوادة وارمي دي السوادة دي ايه ايه السوادة جوا ايه جوا 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 جا تحرك جا تحرك كفو والله كذي شوف الريش شلون ما وقعت من وجهنا ما اعرف هلا عقيش كفو كفو عمو كفو كفو معدل صيادين بعراق جميعا هذا حبيبي والله والمتابعين احلى الهديه واحلى صباح اليوم الهوا شرجي. هذه بس رطبه. نسيه مال ديك حيل. ايه. رميته وذبحته. خلاص. بعد البندقيه ضربت على كتر ما بيها طلقات بالطلقات بالسياره. ايه. انا قاعد اذبح. ما تهيس الا واحد. ما احسن لك الا واحد مطني. خوش. الجوج اثنين واحد واحد يطقطق العيون يهفي العيون بس يهفي. ايه. واحد ثاني كل على اكل برجليه. اه. والله والكوميشن هاي قال لا ماكو انت عرفناك هذا ابو عباس انت قتلت معالي العام ايه جاي ناخذ انثار شوف شوف سوى بيك شوف شوفه هذا شو مسوي بك هذا ديتش اي ديتش هذا ينعد يوم والله والله بس انا عارفه والله ليش انت انت ليش انت؟ ليش انت ليش؟ مستيتن هل مستيتن عبد الله انا خاف من عده متابعين يردونك يقولون ملح السفر ابو عباس قلت معم مريض ما يقدر يطلع ونقرر هو ما يطلع على من تصلون القناة 300 وليش ما وصلنا 300 ليش مشاهدين ليش والله ما أدري يردون كذب لو كذب شو ساعدونا إحنا ما نشتغل بالكذب والله هاي سالفة الديتش مش كذب حقيقة الديتش معفي هذا معفي ديتش ايه؟ والله هم جاكتني والله العظيم اللي تعبان يا الله يا الله شارك يبي يحطها يا الله عشت سلية طبعا خفيفة كلش ما تطش والهواء عالي
هاي يقول مخده هاي نواكم والله روح له فين ارخشني مو خشني هاي طيب ورجع القطع من جديد يا ولد هذا كله مستقر هنا مسلم عن ماي او عاد ليش نسوي له نروح نقعد هناك بالنص هو كذا تفتر ويرجع لي انا يلا يا اللهم صل على محمد وعلى محمد هذا أفضل الموبايل وضع هسه يتصل بالصحراء ما ادري وين نفسر علي وبلكي يلا نلقى هذا ما شاء الله القطة يلا نروح ندور وقف 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 خالد ها شد المورة شوف كيف يدور طافرة ولا لا طافرة تأكد من بوريا مالتك هاي نار منه نار منه طاح طاح ليك هذه هذه هنا اسمع مكانك نوفر مكانك وين رميت هذه ها وهذا لقينا ضعوليه لقينا جاي اتصل مسكين خطيه اجينا سرعتنا وطلعنا هذا غير العسل ف للاسف دعسناه بالسياره انت متعمد تدعمونه لو شنو ما متعمد ها ما متعمد ها ما لحقنا ها اي والله عظيم قدامنا طقنا اي انت والله متاثر علي على انت متاثر اي والله بيتك او انت عباك قرطه قلت له دعس خبصتنا ما عارف ايش نسوي سهق لا تخلي لي غير العسل ها انا شيت والله والله قال سهق لا والله ما في لا تعقل. بس ابو سلطان هذا مجرم. والله. والله تفاجئتني. انا دائما اتابع عالم الحيوان وهذه. خطيه. اي والله. خاصة ينقرض. والله قرضتهم خلينا نقرضه، وش الفائده من عنده؟ يحلب. تنوع بيئي، راح يجونك تنوع بيئي، وقسم راح يقولون انتم رميتوا. حلوه بعدها توازن. تمام نفوسي يا يا بي يا بي يا الله والله والله زين بربع سكاكي لا سرقية حلوة مبينة حلوة قصص بس هذه
شوفوا